الو الو، صباح الخير يا اميره. ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ اخبار بخصوص اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، عملتي ايه؟ يا حبيبتي طبعا سايباه براحته على الاخر، ده انت ربنا بعتك ليا من السما. بقول لك ما تيجي نتقابل النهارده، اجيلك؟ تنوريني يا حبيبتي طبعا تنوريني، بس تجيلي فين؟ الاوتيل. ايه رايك نروح للكوافير؟ خلاص ماشي تمام، هستناكي يا حبيبتي هستناكي. هاتوا من التلاجة يا قشر. يا أولاد فكروا معايا إيه اللي نعمله مع مدحت؟ العقاب اللي يستحقه مجرم خاين خان العيش والملح عض الإيد اللي اتمدت له بالمساعدة. أنا شايفة إن إحنا نبلغ البوليس وهو يتصرف معانا. بوليس إيه بس؟ أنت على طول قطر كده؟ أول مرة تقولي حاجة صح. البوليس ده عقاب تقليدي، أنا عايز حاجة مبتكرة جديدة. تدعبسي كده جواكي في حتة شر كده. يبقى إحنا نقتله ونشفي لحمه وناخد لحمه نفرمه ونطحنه كويس. وبعدين هنعمل إيه باللحمة المفرومة يعني؟ لا ما أنا ما شفتش بقية الفيلم بقى مش عارفة. حرام عليك إيه الافتراء ده؟ طب خافي ربنا طيب. وانت مفيش حاجه جواكي؟ انا بقول نفكه وكفايه اللي شافه. شوفوا بقى اللي يجيب لي طريقه مبتكره جديده للعقاب له سنه مكافاه. وخدوا وقتكم زي ما انتوا عايزين وبادجت مفتوح، التكاليف ما تبقوش. حرام عليك يا سياده السفير، ده راجل كبير، ده شكله عملها على روحه. وده من امتى بقى ان شاء الله طيبه القلب دي؟ سيب سياده السفير يتصرف معاه براحته، مش كفايه المصيبه اللي هو عملها فيه؟ قول لي يا مدحت، أنا ممكن أخفف أي عقاب في حالة واحدة بس، تقول لي على مين الخاين اللي عايش وسطينا هنا وساعدك. إيه هتقول؟ يعني شيل البلاستر وتقول؟ شيل البلاستر. أشرف رشا فين يا شهيرة؟ رشا! رشا! بطل اسلوبك الزفت ده! أنا غلطان إني قلت لك إن هي هنا وهي مش جاية معاك! شهيرة قلت لك 100 مرة قبل كده، كل بيني وبينك شغل وبس، حياتي الشخصية مالكيش دعوة بيها خالص! رشا! متخيل أنت ما عندكش أي حياة شخصية عشان تقولها وأنت مالك؟ الله! ده أنتوا بقيتوا صحاب بقى! بليز يا جماعة اهدوا، أي كلام هيتقال دلوقتي هيبوظ الدنيا، أنا أكبر منكم وفاهمة عنكم. روح شوف شغلك يا رامي عشان ما تخسرش كل حاجة على الأقل، وأنا آخر كلام عندي قلته لك، بما إن كل حاجة بينا بايظة كده كده ومش فارقة، فأنا هفضل هنا لحد ما أشوف هعمل إيه. طيب تعالي معايا وهنخلي البيبي ونشوف هنعمل إيه. تفكرني هبلة ولا هصدقك تاني؟ كفاية بقى. هي صح، روح شوف اللي وراك ولورا بتشتكي منك، وما تخافش ماليش الشريرة بتاعت السينما المصرية، ومبشغلش حد عندي إلا ما يجيلي بنفسه.
الباب وراك. رشا نسكافيه معايا. خلاص. ايوه انا اللي عملت كده، انا اللي سحبت تامر واديته المدحت على باب الاوتيل، بس هو قال انه مش هيأذيه، قال انا عايز اخد حقي من سياده السفير واقسم اني مش همس شعره منه. خدت قد ايه عشان تعملي عملتك المهببه دي؟ خدت ملاليم جنب اللي هو خده. انا كنت عايزه فلوس عشان عمليه امي، نفسي في كام الف ومش عارفه ادبرهم منين، والست مرميه في المستشفى مش لاقيه اللي يلحقها، وانا طلبت من كل الناس لحد ما خلصوا الناس سواء اللي اعرفهم او اللي ما اعرفهمش، وطلبت من حضرتك كتير وبقيت مكسوفه اطلب تاني. مكسوفه تطلبي تاني؟ ومش مكسوفه تخطفي حفيده سعاد؟ حفيده كان بس يا ست السفير، حفيده اتخرج من العز اللي هنا راح لعز تاني هناك، وبعدين يعني انتوا ناس ضوعت منكم رزمه ب20 ولا هتحسوا بيها اصلا، احنا بس اللي واقفين عرقانين في المطبخ عمالين نزوق ونحفلط ونزين، الزبون اللي جاي ولا همه، مش عارفين نعيش. ما تقوليش يعني ان انت تعورت قوي، يعني انت كنت تاني يوم عامل خطوبه بنتك وعمال ترقص وتهيص وزي الفل. لما حكيت على دور ما اشوفش وشها تاني. اخس عليكي انت ازاي هنا عليكي العيش والملح كده؟